أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على البحر لحية هارون النازلة على باب قميصه لأنه هناك أمر الرب بالبركة والحياة بالأمل. كورال قديسة دنيانا يهنئكم جميعا برسالة مباركة لأبونا يوحنا الحبيب على قلوبنا جميعا بمرور 6 سنوات على رسالات مباركة وإلى منتهى الأعوام. وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الرحيم لن تطغى عليها. مهما حصل يا سيدنا أنت دايما فاتحة أحضار وضمة أولادك وحسن تحييهم بالأحضار. ترنيمة هي كنيسة ضمة أولادك.